الشيطان الرجيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء قلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء كلام الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي بسأله: مدى تأثير القرآن علي وعليك؟ آخر مرة سمعت تلاوة دمعت عينك؟ آخر مرة صليت في مسجد والإمام يقرأ في زواجر الآيات في قوارع الآيات متى تأثرت؟ خير يا جماعة كان وقع القرآن على الصحابة بشيء ما تتصورونه. يعني كان عمر الخطاب يسمع القارئ. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يضطجع على الأرض ويبكي من شدة بكائه، جماعة يطيح ويقول وي. أدري البعض منكم يقول أبو فجر طيب أنا أسمع بس ما أتأثر، تدري وش السبب؟ أفلا يتدبرون القرآن ليه؟ أم على قلوب أقفى ذنوبك ومعاصيك ونومك عن الصلوات هي اللي ما خلتك، وصحبتك السيئة هي اللي ما خلتك تتأمل وتتأثر بالقرآن. أدري أنك تسمع أجمل الأصوات ودائما تسمع القرآن لكن ما تتأثر ولا يتغير فيك شيء، هي ذنوبك هي اللي حيتك. كلا بل ران على
كانوا يكسبون.